مشاهدينا الاكارم من اجل مناقشه قضيه نهال وظاهره الاختطاف في الجزائر اسعد في هذه الصبيحه المباركه باستضافه النائب البرلماني سميره براهيمي اهلا بك سيدتي اهلا وشكرا أستاذ العفو ايضا اسعد باستضافه المحامي لخلف شريف صباحك سعيد استاذ شكرا الاخت منى العفو استاذ مرحبا اذا البدايه ستكون معك سيده سميره اذا لاحظنا حاله الاختطاف في الجزائر وهذا المسلسل وهذا الكابوس الحقيقي ما زال متواصل الى حد الان شاهدنا عده اطفال يعني راحوا ضحايا اختطاف اذا القضيه نهال لم تثبت بعد هل هي اختفاء ام اختطاف نعم احنا اولا بسم الله الرحمن الرحيم يعني نقول ربي مع هذه العائله لانه الامر ليس سهلا اختفاء 12 يوم كيف حالت هذه الوالده كيف حالت هذه العائله كيف حالت يعني كل الجزائريين هم كل يعني كل الجزائر الان تتابع هذه القضيه باهتمام لانه طفل في اربع سنوات هذه البراءه اللي رانا يعني يقتلوا فيها بهذه الطريقه كل مره اختطاف فلذات اكباد الجزائريين والله يعني امر يعني يحزن كثيرا لانه احنا كي نقولوا اختطاف طفل معناتها حتى البراءه راح نقتلوها في هذه الاطفال، الان تولي حاله هيستيريه عند الاولياء، كل واحد يعني ما يخليش حتى أبناءه ممكن من اجل اللعب انهم يستمتعوا بحق الطبيعي هو هو يعني ابسط الحقوق هي اللعب، الان كل واحد راه خايف على اولاده وحنا نقولوا هذه العائله ربي يكون معها لانه انا ام وقبل كل ذلك اول مره انا نقولها لانه انا تعرضت ايضا لاختفاء ابني في 2010 وشفت انه الامر يعني صعب صعب جدا انه رحت للمدرسه ما وجدتش ابني في يعني في قبل التوقيت من المفروض 11 ونص ل وعشرين كان الطفل مختفي يعني 12 ساعه نعرف وش معناتها الان الاختفاء لكن الام حنايا ممكن تحريات تعد الاختفاء بالايام الام لا تحسبه طالع. بالثانيه تحسبه باللحظات يعني كيف هذه الوالده هذه ام نهال كيفاش راهي الان انا نقول لك في مكان الام كيفاش هي يعني تفكر تقول لك انا هل يعني ما تقدرش 12 يوم 12 يوم ما تقدرش تاكل تقول لك هل بنتي كلات ولا ما كلاتش 12 يوم ما تقدرش ترقد تقول لك هل بنتي راهي يعني نامت ولا يعني نقول لك كيفاش هذه حاله هذه الوالده الان إحنا نتكلموا على الاختطاف، هذا السيناريو لكل كل مره يعاود يرجعنا يعني لهذه هذه الحالات، ربما نحاولوا يعني ما ننقلوش الرعب للاولاد انه نقولوا يعني نخلوهم في واحد الجو من الطمأنينة، لكن هذا السيناريو تاع الاختفاء والاختطاف يعني ما نقدرش الان نثبت هل هو اختفاء ام اختطاف، ما زال يعني التحريات راهي جارية، لكن الام او او الوالدين لما تكون يعني ابنه بنتهم ولا ابنهم بعيد على كل هذه المده على البيت يعني كيفاش تكون حالتهم وعلى هذا اللي احنا ان شاء الله يعني ثقتنا كبيره في الامن انه ان شاء الله يعثروا على هذه البنت في اقرب الاجل لانه الازمه يعني بدات تاخذ ابعاد اخرى مم. قلق كبير عند الاولياء تخرجي الان في الشارع ما تلقايش ربما اولياء يقدروا يخلوا ولادهم من المفروض الطفل كيفاش يتعلم يكون اجتماعي كيفاش يتعلم انه بزاف الامور في المجتمع لما يحتك بالمجتمع لكن بهذه الظواهر الان ولا واحد يقدر يخلي وليده يعني يخرج الشارع ولا واحد يخلي يقدر يخلي وليده يعني حتى في, في الاماكن العموميه وين من المفروض تكون لعب بدون ما تكون هذه الهستيريه تاع الخوف ربما لو يضيع يعني نقولوا ما يضيعش ربما ما يشوفوش امام انظاره لثواني راح يكون يعني سيناريو الاختفاء هو اول شيء او اختطاف اه حنا شفناهم اه في في مثلا في اه في يعني الاماكن وين يكون تاع اللعب بمجرد ما ما تسيبش ابنها مباشره تروح للتبليغ واللي يعني كل يجري وهو ربما يكون يعني في, في اه مكان مجاور على هذين نقولوا هذا والله السيناريو اه يقلق اه كثيرا خاصه انه يطال البراءه يطال مستقبل الجزائر لانه الاطفال لو تربوا في جو تاع رعب وفي جو اه فيه الا هذه الظواهر كيف راح يكون كيفاش يكون مستقبل الجزائر هاد هؤلاء الاطفال هم شباب الغد هم هم كوادر الجزائر كيف راح تكون حالتهم كيفاش راح يكون يعني نفسيتهم وكيف راح يكونوا في المستقبل نعم الاستاذ الخلف يعني هي فعلا تراجيديا حقيقيه كما قالت نائب براهيمي تعيشها العائله نهال الان يعني الحمد لله لحد الساعه هناك اخبار ترى انه ما تم العثور عليه من جمجمه وفستان للطفله نهال ليس لها يعني هناك بصيص من الامل الان الضبطيه القضائيه يعني تواصل نعم. عملها من خلال من خلال تجنيد كل الف يعني الآن كيف يمكن أن نقول يعني في شق القانوني يعني خصوصا وأنه ما تم العثور عليه يعود لطفل يبلغ من العمر ست سنوات يعني رغم أنه طفل آخر يعني برعم آخر أيضا يعني في حقيقة الأمر يعني الأمر جدا مفجع شكرا الأخت مونا والله يعني هذه القضية حساسة بزاف من ناحية يعني الاجراءات او من ناحيه حقيقه التحريات مم. انا اظن اظن يعني كي نتكلم على الاختطاف او الاختفاء دونك هاد, هاد البنت هادي اختفت من يوم 21 جويلي الى يومنا هذا مازال ما دار عليها حتى شيء رغم التحريات اللي قايمه بها المصالح المعنيه تحت اشراف سيد وكيل الجمهوريه لدى الاختصاص ولكن انا اظن اذا كان اختفاء اذا كان الاختفاء يومين ثلاثه او اربعه او خمسه تبان هذا البنت ولكن احنا رانا من يوم 21 جويليه 21 جوئي مازال ما وجدناش هذا البنت او اشياء لها علاقه بهذا البنت تثبت حقيقه هذا البنت حيه او ميته في هذه الحاله انا اظن يعني هو في هذه الحاله نقولوا وجدنا جمجمه وجدنا شعار وجدنا اليد وجدنا قميص او لا وكانت تحاليل اوليه هذه التحاليل ادات حقيقه في البدايه يقولوا باللي لها علاقه بالضحيه البنت القصر ولكن ظهرت بعد النتيجه تقول يعني النتيجه العلميه من طرف الشرطه العلميه تقول باللي حقيقه تنتمي الى طفل ست سنوات في عمره وليس البنت اللي هي اختفت او اختطفت انا اظن في هذه الحاله الشيء يزيد اخطر لماذا اخطر؟ لان انا تسمح لي مانيش يعني جاكراف لا سيتياسيون ولكن سوم ضفون دفوق... ان تيور سيري اذا اليوم كاين شخص صبنا جمجمه تاعه مصالح الامن عطيرت على هذه الجمجمه وتم التحاليل وصبنا دلبي... وليومنا هذا ما كان حتى واحد تكلم يعني وكاينه شكوى كاين تحريات فتحت حتى ضد مجهول ضد يعني اختفاء او اختطاف هذا الشخص تاع ست سنوات انا اظن زدنا يعني الامور زادت تطوعت زادت من البنت هذه رحنا لاكتشاف جمجمه يعني شخص اخر اختفى دونك سا سي تري هذه تبقى على عطر يعني عاتق المصالح المعنيه يعني المحققين في الميدان لاكتشاف الحقيقه دونك انا اظن فيما يتعلق بهذه البنت يعني اذا قلت من يوم 21 اختفت او اختفت مه. يعني ولم يعطى على هذا اي شيء اولا نبحث على الفاعل المصالح المعنيه هذا ما تقوم به من الناحيه الاجرائيه اولا نبحث على الفاعل اذا بحثنا على الفاعل وقمنا بايقاف هذا الفاعل نبحث على الاسباب لدفعة هذا الفاعل باش يقوم باختطاف هذا البنت اقل من ربع سنوات هل هناك انتقام او تصفيه حسابات اذا كان تصفيه حسابات، رانا ف... يعني اسمحي لي وصلنا حتى ال... وهذا ما صاير يعني وصلنا حتى ال... رانا راح نلحقوا الجريمه المنظمه في هذا الاطار ورانا و... براتيكومون دوسا ميليو مافيو سي فري يعني لحقنا ميليو تري دونجور هاد يعني ربما اذا مازال يومنا هذا كاين تناقضات كاين تناقضات نعم. من ناحيه التصريحات وادله الاثبات وادله الاثبات انا اظن اذا كان حقيقه يعني المصالح المعنيه معني الضبطيه القضائيه المختصه اللي تقوم بالتحريات وتعمق التحريات راهي تجمع في الادله ولكن اذا جمعت الادله وتبتت حقيقه باللي هذا الطفل هذا البنت القاصره يعني تم اختطافها او يعني ما بين قوسين اغتيالها وجدنا ما يثبت هنا كان المفروض انا اظن يعني هناك تصريحات رسميه مم. تكون تصريحات رسميه من طرف سيد وكيل الجمهوريه المختص المحليين او بالتفويض من طرف سيد يعني ضابط الشرطه القضائيه دونك اذا ربما جمعنا الادله وثبتنا وثبت التحريات يعني والتحاليل العلميه باللي حقيقه هذا البنت يعني وجدناها في بعض الاحيان كاين زوج حالات في بعض الاحيان نوجدوا نعثروا على جدة الضحية نعثروا على جدة الضحية اللي اختفت أو اختطفت ولكن يبقى مجهول الفاعل أو الفاعلين ولا اللي شاركوا في هذه الأفعال المجرمة دونك تبقى التحريات شفنا حتى في في البلدان المتقدمة والله في بعض الأحيان شفت واحد الأمور وين عجزت مصالح الأمن باش تجمع الادين لو تكتشف المجرمين وان يعني اهل الاب ولا الام تاع الضحيه هي دا يعني تقترح ريكومبونس مبلغ مالي اللي يقدر يعني يقدر يساهم يعني يعاون مصالح الامن وهنا انا نداء المواطن نداء المواطن راك راك من هذا المجتمع مم. ونزيد نقول له راك محمي انا في هذه الحاله اذا ربما لم نعطر على اشياء ولما لما التحاليل ما تبتدش ولا لم نمنع طريق على حقيقة هذا الفاعل لم يقوم بإيقافه ولا إذا ربما سيس كون أبل لابيل تيموا <applause> يعني لابيل <applause> تيموا أي واحد سمع ولا شاف غريب يعني قضية في هذه البنت هذه تكون في عرس في عرس في عرس في عرس وتختفي وشوف يعني الناس اللي موجودين في قرية معروفة الناس تعرف بعضها بعض <applause> دونك أظن يعني حتى ربما اللي قاموا بهذه الافعال اذا كان حقا افعال مجرمه او وحشيه يعني نقول ربما عندهم علاقه بـ بـ بالمحيط العائلي يعني من قريه صغيره قريه صغيره دونك هذه نخليها لمصالح دا دا يعني مصالح يعني المحققين هما اللي يوصلوا للحقيقه تحت اشراف سيد وكيل الجمهوريه ولكن هنا اذا ربما انا هذا نداء المواطن. نقول له يعني حتى القانون الاجراءات الجزائيه تعدل القانون 15 02 المؤرخ 15 جويلي يعني 2015 عدل القانون الاجراء الجزائيه م. لحقه الحالي وصبح الشاهد محمي م. محمي من مصالح المعنيه نعم. يعني حتى اذا شفت ولا سمعت بلغ اعطي المعلومات ولكن راك محمي محمي على جميع المراحل مراحل التحريات وحتى على مراحل المحاكمه م. يعني يبقى هذا الشاهد مجهول نعم. راح يعاون لاظهار الحقيقه راح يعاون لايقاف هذه المجرمين وربما هنا نوصل لحقيقة لحمايه الطفل نعم. هنشوف واش كاين في هذا المجتمع الجزائري احنا نعم. عايشين يومين المحاكم انا عايشين المجتمع تاعنا رانا فرد من المجتمع نعم. كيفاش نوصلوا يعني شفنا الاخت منى يعني ما بين قوسين مهما كان النصوص عاوزه جا قانون جديد 15 12 المؤرخ في 15 جويلي 2015 وجاء بالايات جديده مع عناصر جديده ميكانيزمات جديده لحمايه الطفل ولكن في الميدان شيء مؤسف امور سلبيه انا نقول لك يعني امور سلبيه حتى هذا جاي دعم يعني ما هو موجود في قانون العقوبات يعني انا واحد يقوم باختطاف يعني يعني قاصره حتى ربما واحد بالغ ويقوم بالحجز تاعه بالحبس تاعه بدون اي امر من السلطات المعنيه على بالك الحبس هنا هو الحبس السجن المؤبد من 10 الى 20 سنه واذا راحت يعني هذا الحجز او ربما هذا الحبس او ربما الاختطاف يعني يقتل اكثر من شهر هو هو السجن المؤبد هو السجن المؤبد ما عدا شوفي اذا ربما هذا 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 ربما الاختطاف يتبعوا تتبعوا اعمال وحشيه يعني اغتيال الضحيه اغتيال ضحية هنا المادة 263 واضحة هو الإعدام نعم. يعني نوصل إلى الإعدام كان الجناية الأولى والجناية الثانية هنا يعني نوصل الإعدام نعم. دونك أنا أظن أظن يعني باش بور ترونكيليزي. أكيد ترونكيليزي يعني دابور لا فامي تاع تشوف واحد أنت الأب كيما هذا اللي نشوفوه كاك شوز دو بلوشير نحاولوا البنت تاعو كاك شوز دو بلوشير دون لا في دونك يسنى ما يتسناش في التصريحات المتناقضه يتسنى التصريحات ربما الملموسه, الملموسة. بدون اتونسيون بدون من من نعرقل وما ندخلش سريه التحريات أكيد. لان المصالح المعنيه مربوطه بسريه التحريات أكيد. هي تاني تعمل تحت اشراف سيد وكيل الجمهوريه هذا اختصاص دونك يعني كان معامله وكان مراقبه الاجراءات دونك انا اظن كثرت يعني تصريحات المتضاربه ويعني متضاربه وربما تاتي راح حتى ما تسمحش المحققين في بعض الاحيان تتكسر التحريات أكيد. دونك انا اظن يعني اذا فيها امور يعني تكون تصريحات رسميه من طرف الجهه القضائيه يعني او الضبطيه يعني باش يعني تخلي الاجراءات تمشي ونوصلوا للحقيقه نوصلوا للحقيقه بور بو نو با يعني ديفيي لا لا يعني لا فيريتي ولا ربما نسمحوا الناس باش يعني اخرين تستغل, تستغل نعم تستغل هاد تستغل يعني تستغل هذه الامور نعم. وربما ما نوصلش لايقاف المجرمين نعم. اذا ربما في هذه القضيه تسمحي لي نعم. إلا في هذه القضيه ما نروحوش يعني ما نوصلوش وما نوجدوش الادله الاثبات والاقناع يعني اما يعني لا ربما يعثر على جي يعني جثه الضحيه او ربما ان شاء الله يا نطلبوا من ربي الله. تكون حيه ونعثروا على حقيقه ما. على هذا الضحيه تبقى من بعد بعد التحريات تبقى م. جاريه لايقاف الفاعلين وحقة متابعتهم وتقديمهم أمام الجهة القضائية المختصة للمحاكمة ولكن أنا أظن لازم نوقف نوقف الصورة الشارع وهذه التصريحات ربما لما تقدرش يعني تؤدي إلى ربما الوصول إلى الحقيقة جيد نائب براهيمي يعني حل حتى حالة يعني بغض النظر عن الاختطاف حتى وإن الطفلة هذه اختفت حتى الاختفاء يعني أكثر من 12 يوم راوي أكثر يعني جريمة أيضاً يعني من جريمه لا يسكت عنها حتى حاله الاختفاء يعني فما بالك يعني الاختطاف اذا اختفاء في حد ذاته راه جريمه يعني لابد التنديد به خصوصا ان طفله ذو الاربع سنوات تختفي هكذا تطرع عليها دي من علامات الاستفهام. نعم احنا كي نتكلموا لانه القضيه مازال راهي قيد التحقيق وان شاء الله احنا انه هذا يكون فقط اختفاء ويعني ربما ان شاء الله الناس اللي راهي عندهم يعاودوا يرجعوها للوالدين أنه يعني يقدروا كاين طرق يقدروا يرجعوا يعني وما يحرموش هذه الام وهذا الاب من هذه الفلذة كبدهم احنا هذا هو المهم لانه الان التحقيق راه مازال ساري لكن انا قلت لك في البدايه انه الطفل في حد ذاته لما يعني مجرد انه ما يكونش مع الوالدين ما يكونش يعني ربما حتى لو قال لاسباب انه الام تدخل المستشفى وغيرها ما يكونش مع كيفاش تكون نفسيا تو حنا نعرفوا ان الطفل يتاثر نفسيا يعني ببعده عن الوالدين ما بالك لما يكون مع اشخاص غرباء ما يعرفهمش ما حنا بالناش الان نهال كيفاش راهي مع من راهي شكون هادو اللي اختطفوها يعني لانه احنا ما نقدرش نتكلموا على اختفاء في في احنا كنا نشوفوا الان المكان اللي تسكن فيه يعني مكان مكشوف كيفاش يقدر يعني الطفل ربما حتى ويكون يلعب بيبان لانه هي في مكان مرتفع وال يعني والقريه صغيره والمكان واسع الان احنا هذه الطفله في حد ذاتها اين هي الان كيفاش حالتها بعد 12 يوم من من اختفائها انا قلت لك في البدايه انا كانت كانت عندي تجربه في هذا 12 ساعه يعني كنت انا حسبتها بالايام، وكنت في هذاك الوقت كنت حامل بابنتي، كان من المفروض كانت موعد الولاده شهر وقع يعني وعشره ايام، كانت مازال من المفروض، بعد يومين مباشره يعني كان وضع نعم كانت ولادتها، لانه ليس سهل على الوالده انها ما تشوفش يعني قدامها ابنها، وايضا الابن كيفاش يكون يعني كي نقول لك احنا بالنسبه للابن او يعني الضحيه او بالنسبه للوالدين، يعني الوقت لا يحتسب بالايام بل باللحظات بالثواني، يعني كيفاش تكون هذا حالة هذا الطفل، ونزيد نقولوا احنا قانون العقوبات، يعني تعديل قانون العقوبات كان من أجل يعني حماية الطفل، كانت عقوبات شديدة يعني تجديد العقوبة بالنسبة لل يعني قال من الحبس ولا ولا الاختطاف أو أو وتروح حتى للإعدام بالنسبة لي يعني يعني اللي يكون بعد الاختطاف تكون مثلا تعذيبه وقتله يعني بعد كل هذا ومازال زال سيناريو الاختطاف اذا انا يعني حنا قبل هذه القضيه ان شاء الله يعني تكون فيها بشرط خير ونشوفوا نهايه لكن بالنسبه للاختطاف نعاودوا نرجعوا الى يعني المطالبه المطالبه الاولى اللي طلبنا بها في في تعديل قانون العقوبات وهو تطبيق عقوبه الاعدام بالنسبه للمختطف الذي يقتل الضحيه لانه من غير معقول نبقى والان نشوفوا الاطفال يعني وهما يعيشوا هذا السيناريو وهذا الرعب ما نقولوش يعني ماشي هذا يعني ماشي هي أمر هين، رعب انه كل مره الان رانا شفنا طفل يعني راه التحريات تقول طفل ست سنوات، كيفاش هذا الطفل يعني كيفاش تعرض لهذا لهذا العمل الاجرامي، هذا بشر. العمل البشع يعني حتى الانسانيه لما لما الانسان يعني يعني يتجرد من الانسانيه تاعو لما هنايا يروح للاطفال، لانه انا شفت قلت لك انا التجربه اللي مرت بها، شكون اللي كان يعني يبحث مع معنا الكشافه الاسلاميه اللي يعني هي نشكروها وبالمناسبه نقول لك احنا من المفروض في الاختفاء الاطفال اختفاء مباشره لازم الان كل الجهات المعنيه المجتمع من المدني المجتمع مدني لازم يعني هنا يكون يعني تضافر كل الجهود من اجل ايجاد الطفل في اللحظات الاولى في الساعات الاولى يعني حتى يكون ربما اختفاء او يعني هي ليس اختطاف لكن الطفل في يعني قلت لك كيفاش الطفل بالنسبه للطفل والوالدين هي تعتبر يعني يحتسبوا باللحظات، إذا مباشرة لازم تكون التحريات وتكون يعني تتعمق حتى ما نوصلوش إلى هذه الحالات، الآن 12 يوم، 12 يوم يعني 13 يوم، 13 يوم ليس بالأمر السهل بالنسبة للوالدين وللطفل والمجتمع ككل، إذا احنا لازم نوجدوا آليات كيفاش يكون مباشرة إنه آه تكون تحريات من أجل أنها توجد الطفل، لأنه قد ما تكون الأيام تزيد تتواصل، قد ما تكون تعقيدات وكان الأستاذ يشرح كيفاش الان بعد هذه المده اين وصلت هذه الطفله تقدر يعني احنا احتمالات هي كثيره لكن احنا نتمناو وان شاء الله هذه الطفله ترجع نعم. لوالديها لكن نقولوا ان القانون احنا كاين قانون العقوبات اللي راه الان يعني يجرم بال بعقوبه الاعدام لكن ان شاء الله احنا في المستقبل ربما المجتمع المدني لازم هنا يتحرك مطالبة بتطبيق عقوبه الاعدام بالنسبه للمختطف بالنسبه لهنايا اللي يعني فقد انسانيته وراح للبراءه راح للاطفال يعني وحش بشري حتى يكون يعني عبره لمن يعتبر عبره لما ما... نشوفوش اطفال اخرين يكونوا ضحيه وضحيه اختفاء او حتى ضحيه اختطاف بارك الله فيك لانه الاخت منى كي احنا قال على نتكلموا على الطفوله نتكلموا على البراءه نتكلموا على مستقبل الجزائر لانه من غير المعقول نبقى نشوفوا هذه الظواهر كل مره فاجعه كل مره يعني حالات مثل هذه وايضا يعني حتى ال... كاين مثلا ربما نروح الى ابعد من ذلك كما قال كان يقول الاستاذ ما هي اسباب هذه من اسباب هذه الاجرام اسباب هذا انحراف هؤلاء الشباب يعني ونقول لك هؤلاء المجرمين ما نقدرش يعني حتى نحولهم لهم هذه الصفه الانسانيه لانه لما الانسان يروح للبراءه ويقتلها يعني يختالها اذا هذا ما يبقاش انسان لازم تكون يعني عقوبات تكون عقوبات ردعيه باش ما يعني في المستقبل نعم، شكرا لك أه. نائب ابراهيمي، نعم، الأستاذ الخلف لك باع طويل في مهنة نعم. المحاماة، يعني لماذا كل مرة كل ما تكون في حالة اختطاف، يعني نشوفوا كل المجتمع المدني وكل الناشطين في هذا المجال يطالبوا بالإعدام، أين الجزائر من الإعدام؟ والله أولا إذا سمحتي الأخت مريم أنا باش نرفع الغموض على هذا ما بين الفرق ما بين الاختطاف والإختفاء نعم. الشخص انا اظن كما قالت الاخت الزميله واحد بنت اربع سنوات ما بانتش 12 يوم ولا 15 يوم هذا الاختفاء من طرف شكون هذا اختفاء من طرف شكون شكون خباها دونك اختطاف كان الاختفاء وكان اختطاف حالتين. الماده الم نعم الماده 291 تقول لك كل من اختطف يعني اختطف او حجز أو وضع واحد في الحبس بدون امر من بدون امر من يعني السلطات المعنيه يعني سلطه القضاء القضاء امر من طرف القضاء يعاقب ويتابع ويعاقب بالحبس المؤقت بالسجن المؤقت اذا كان اختفاء انا اظن ليومنا هذا هذا الاهل تاع تاع البنت هذه ما تلقى حتى مكالمه من طرف الناس اللي قاموا بالاختفاء بالك يعني سيدي دي زاماتور يحوسوا ان سون دارجون يعني يطلبوا من باش يسلموا لهم اشياء ولا ربما حبوا ينتقموا ولا انا اظن هذه تصفيه حسابات اذا ربما كان اختطاف لماذا الاختطاف اليوم هذا 21 او 13 يوم ما بانش هذه البنت دونك انا باش نقول اذا هذه القضيه ربما الاختفاء انا اظن نعم. معنيش. انا اظن الاختفاء بعده بعده علاش لان انا اظن ربما ان شاء الله من ما توصلناش يعني خبر على يعني بما يسمى اعمال وحشيه نعم. يعني هذه البنت تكون ان شاء الله مازالت حيه نعم شاء الله. في جميع الحالات نعرف النهايه عندما يكون الاختطاف نعم بدون يعني من من ما نمس يعني ما نخلعش العائله تاع الضحيه هذه في جميع الحالات نصير على جدة الضحيه ما نصيبوهاش حية في جميع الحالات ومن بعد تبقى التحريات ولكن دوك انا ترجع لي الاعدام عقوبه الاعدام شوف الاخت انا نرافع في الجنايات وحقا يوميا كان جيت سمعي في الجنايات على مستوى المحاكم الجنائيه على مستوى القتل الوطني ما كانش دورة في الجنايات وما كانش عقوبة الإعدام. يحكم بها محكمة الجنايات. مهما كان التكييف يعني جناية قتل أو ربما الجرائم المنظمة إكسيتار. دونك حنا المادة 254 موجودة في قانون العقوبات. يعني إزعاق روح حمد عمدا يساوي الإعدام، عقوبة الإعدام أساسنا. دونك هنا موجودة ولكن لسبب من أسباب وفقت عليه الجزائر ما ندخلش في النقاش ما هوش موضوع النقاش ما يتعلق بعقوبة الإعدام وفقت عليه الجزائر وقفنا تنفيذ الإعدام عقوبة الإعدام إذا أظن ربما من 95, <تصفيق> 95 <تصفيق> من 95 إلى يومنا هذا لأن لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام وأنا ربما ندير يعني الإحصائيات على مستوى الدورة برك اللي فاتت تاع الجنايات ربما كاين 15 لا أكثر يعني قضايا نطق بها بالإعدام محاكم الجنائية بالإعدام وتروح نزيد نقول لك يعني باش ناكد مليح يعني حتى تكون فيها الطعون بالنقد من طرف المتهمين اللي حكم عليهم بعقوبه الاعدام والمحكمه العليا هي حقا عندها السلطه التقديريه وعندها السلطه المراقبه لهذه الاحكام وانا نقول لك يعني كان من قبل يعني في بعض الاحيان ننقدوا هذه الاحكام وانا ما هو نعيشه اليوم نقدر نقول لك محكمة العليا ما تنقدش احكام بعقوبة الاعدام يعني تأيد الاعدام ولكن في التنفيذ موقف في التنفيذ تاع عقوبة الاعدام هذا ترجع تنفيدي. للسلطات السياسية للسلطات السياسية كذلك كان مع السلطات القضائية دونك انا في هذا ماهوش موضوع لو يعني تكون موضوع يعني موضوع متعلق بعقوبة الاعدام عندنا ما نهضروا على عقوبة الاعدام في الجزائر شو انا اذا ربما حقيقة الناس تتساءل ناس تتساءل حنا حتى عندما ينطقوا بالاعدام في 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 الجنايات، ناس تتساءل يقول لك علاش ما نفذوا الاعدام؟ وكاين جرائم خطيره جدا. واحيانا عائلات الضحيه هما اللي يطالبوا بالاعدام. نعم لان شكون يتمس؟ كي نقول عائله الضحيه المجتمع بكامله. يقول المجتمع بكامله وحنا كما في الجزائر يعني بكل احترام انا كل واحد عنده راي تاعو فيما يتعلق بهذه عقوبه الاعدام كاين اللي ضد كاين مع تنفيذ عقوبه الاعدام انا ما نقدرش نعطيك رايي اليوم في هذا مم. يعني مم. ولكن انا اظن اذا ربما الماده 254 لم تحذف من قانون العقوبات اظن لازم السلطات يعني تخمم في مصير هذه الماده 254 ماهوش انا انا اذا طلبوا مني نعطي اقتراحات ولكن لازم نخمم في هذا اليوم انا نشوف كل مره كل قضايا من هذا النوع صدقيني أخت منى كل قضيه والاخت اللي بيان راهي في البرلمان في كل قضيه تكون خطيره وتنسب المجتمع ويكون راي العام وكذا جميع الناس تطالب بتنفيذ عقوبه الاعدام انا يجي يقولوا لي استاذ واش حنا في الجزائر ما كاش عقوبه الاعدام نحوها لا له ما نحوهاش مازال موجوده في القانون العقوبات <ممم> ولكن تم توقيف تنفيذ عقوبه الاعدام دونك هذه يعني نقدر نقول ربما لازم تكون عليها يعني دراسه <مم> دي سيمينار <مم> نشوف حالة ما هيش ما نشاط <مم> نوقفوا بدون ما يكون نشاط وشوفنا في دي سيمينار حضرناهم في الخارج هذا حار... يعني هذا المناقشه تكون تكون قانونيه وكاين مختصين كخبراء مم. ربما يقنعوا يعني يقنعوا السلطات ولا يقنعوا يعني جهه قد الجهاز القضاء الجهاز القضاء او ربما يقنعوا المجتمع مم. في تنفيذ او عدم تنفيذ عقوبه الاعدام ولكن حنا ما كانش دراسات نعم. ما كانش سيمينار دونك انا اظن انا يعني نوجه النداء يعني حقيقه اذا جمدنا تنفيذ عقوبه الاعدام والماده القانونيه مازال يحكم بها في محاكم الجنايات رسميا واحكام الجنايات بالاعدام صبحت نهائيه ولم تنفذ انا اظن اظن يعني تستحق الدراسة وربما المجتمع في حاجه في حاجه باش يعرف علاش رانا موقفين تنفيذ عقوبه الاعدام نعم جيد استاذ الخلف نائب سميره ابراهيمي يعني الان خلينا نعد نتكلموا على حاله الاختفاء او الاختطاف في كل مره راح نقولوا هذه الحالتين نعرفوا انك نشطه كثير في هذا المجال يعني لماذا في رايكم هذه الاسباب هل المجتمع الجزائري الان راه يعاني هناك يعني انقسامات داخل المجتمع الجزائري يعني رغم الحالات ورغم انه وسائل الاعلام نددت بالكثير من هذه الحالات وشف مصير يعني اطفال ضحايا كشيماء الى غيرهم يعني كيف شو كان مصير تاع يعني المجرمين اللي ارتكبوا هذه الوحشيه في في هؤلاء الملائكه يعني كيف يمكن الان يعني النظر يعني حان الوقت يعني انتم كبرلمانيين الى غير ذلك يعني من اجل توقيف هذا هذه الحالات الاختفاء او الاختطاف مستقبلا يعني باش ما نزيدوش نشوفوا سيناريو اخر ضحيه اخرى نعم بارك لو فيك الاخت منى والاختفاء اولا نحب نرجع بقليل يعني لهذه القضيه بحد ذاتها مليح هنا يعني قال الجهات الامنيه تكون في تواصل مستمر مع الوالدين قبل ما الوالدين يعني يسمعوا من وسائل الاعلام عثور على جمجمه سوف يتم تحليلها ولا عثور على ملابس ولا لازم تكون يعني وسائل قبل الجهات الامنيه تتصل مباشره بالوالد او الوالده وتخبرهم انه كاين يعني قال قبل وسائل الاعلام لازم تكون يعني يكون تواصل مع الوالدين وحنا وحنا احنا يعني نحيوا الاب يعني نعم. وصبرو. مد مده كل هذه المده يعني كان ما يعني ما كانش يصرح ايضا نظن هذا يعني هذا, هذا امر عق... تميز بالعقلانيه على نعم. غير ذلك بالعقلانيه لانه م -م. هذا من يعني مصلحه ال... الابن تاعو يعني حتى يعني لا يوجه يعني التحقيق م -م. وحتى يعني كاين ادله وضع نقاط على الاحرف امس في تصريح خاصه به قناه النهار يعني قال انه هو في تواصل مع الجهات الامنيه وتطلعه بكل مستجد في قضيه ابنته يعني ينادى نعم. الى عدم استغلال القضيه من خلال تضارب في المواقف لانه هذا ياثر اكيد على الوالده وعلى العائله ككل. اكيد لكن احنا الوسائل الاعلام احنا يعني هي ايضا تاني مشكوره لانه لولا لو وسائل الاعلام ما كناش نسمعوا بهذه الحالات أكيد. وايضا هي من اجل يعني العثور عليها في اقرب وقت لانه كما نشوفوا صوره يعني بنته نهال في كل وسائل م. الاعلام الان اي مواطن ربما يقدر يعني نقولوا يتق... يتق... يشوف هذه الطفله في اي مكان احنا ان شاء الله احنا انت... احنا وان شاء الله يعني ان شاء الله ت... تكون نسمعوا خبر خير ان شاء الله, ان شاء في... الله. في في الايام المقبله وان شاء الله هي... يعثروا عليها لكن لما نرجعوا الم... يعني هذا نقولوا ال... ل... 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 هذا الافات ل... ل... <applause> الاجتماعيه الموجوده في... في المجتمع نظن هي افات غريبه علينا اللي لازم الان كل المجتمع يتحرك الان ما بقاتش يعني دور حكومه ولا كل المجتمع الان لازم مجتمع مدني حكومه شعب كله كل لازم معني بالقضيه نعم معني بالقضيه انه لازم نعود نرجعوا الامور اللي نيصابها. الان المجتمع يعرف ظواهر غريبه انه حقيقه في كل الميادين يعني ما نتكلموش على الإختلاف في الاطفال الان وكانه ظواهر يعني ما شفناهاش من قبل مم. يعني انا لما توصل الى حد البراءه أه هنايا لازم ندق نقوس الخطر لانه احنا نعرف حتى في العقل اللاواعي بالنسبه يعني لاي انسان حتى ويكون يتعاطى المخدرات حتى ويكون يعني في حاله سكر حتى يعني هنايا يعني العقل اللاواعي يبقى يقظ ما نعم. يعني ما يمشي البراءه ما يمشي يعني هنايا يعني خلاص جرد الانسان من, من انسانيته لما يصل الى البراءه لما تكون يعني تصفيه حسابات من المفروض تكون خارج هذا المجال على هذه قلت لك قانون العقوبات تعديله كان في يعني في مصلحه الطفل ايضا قانون حمايه الطفل للآن الآن لازم تطبيقه في الواقع مم. الآن رانا نشوف القانون صح حماية الطفل لكن في الواقع ما زال الطفل معرض يعني لعدة رانا نشوف انتهاكات الآن أنا نشوف في وسائل التواصل الاجتماعي وين يعني يعرضوا لنا بعض الفيديوهات تاع تعذيب الاولياء لاولادهم، هذا غير مقبول يعني حتى الاولياء نشوفوا الان في بعض قلت لك في, في, في الفيسبوك وفي غيره. فيديوهات انا اخترتهم يعني هل هذا مجتمع جزائري اللي كنا نتحدث عليه، المجتمع المتضامن يعني اللي ربما واحد يوجعوا راسه الناس كامل يعني تتحرك يعني توصل الى حد البراءه و يعني بهذه الطريقه يعني حتى غير مقبول الان لازم نعم. كل المجتمع يتكاثف مجتمع مدني يعني كي نقولوا مجتمع مدني فاعل نعم. احنا نتكلم هنا الجمعيات الفاعله الكشافه الاسلاميه دور المسجد اللي لازم يعاود يرجع لانه المسجد والامام اللي راه الان يوصل لي يعني سواء بالنسبه للمامومين نعم. اللي يجوا للصلاه ولا اللي يكونوا خارج خارج حتى المسجد نعم. يوصلهم الصوت يوصلهم يعني كدالي. التوعيه نعم. الان يعني ما... كل مجتمع يعني مطلوب معني تحرك ومعني بالتحرك من اجل انقاذ هذه الطفوله ولا بد من ترك الطفوله على جنب ولا يعني بعدها من الحسابات كما قلت تصفيه الحسابات نعم. خارج خارج هذا هادال... نعم خارج الطفوله وخارج البراءه جيد. وهنا على كي كنا كنا نقولوا الاعدام بالنسبه فقط نعم كي نعم كي نتكلموا احنا ماذا بينا ان شاء الله نفتحوا نقاش فيما بعد بالنسبه لانه كي انا ان شاء الله تكون اخبار ساره خير, خير ان شاء الله درانيمي. لكن طفل ست سنوات الان يعني يعني رانا التحريات اثبتت نعم. انه هو لطفل ست سنوات شكون قتل هذا الطفل كيفاش يبقى يعني هو حر طريق والاولياء ربما يعني مازال معل... ما عندناش معلومات ان شاء الله كل وقت يجيب على هذه الاسئله الدائبه سمير ابراهيمي ايضا <applause> شكر موصول لك ربما كلمة أخيرة نعم. في الختام أستاذ تفضل أنا برك الأخت منى نعم. أنا برك يعني باش ننبه يعني رانا نقولوا لازم 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 أهل الضحية يعرفوا لازم نعم لازم يعرفوا ولكن ما ننساش باللي مصالح المعنيه المحققين يعني ضباط الشرطه القضائيه أكيد. مربوطين بسريه التحريات يعني ما يقدروش حاليا وهذا تحت اجراء السيد وكيل الجمهوريه ما يقدروش يعني يعطيو معلومات واثناء قيام التحريات وشوف شوفي اذا ربما هذا صحيح ما عندناش هذا برك اقوال نجتنا شوف من خلال الجريمة اكتشفنا جريمه اخرى يعني هذه الجريمه تاع الاختطاف تاع الطفله هذه القصة. نعم. اكتشفنا جثه اخرى شكون هذه الجثه اللي من تنتمي دونك أه بدون ما, ما, ما تكون يعني موجوده مسبقا اي شكوى ولا واحد خبر نعم. المصالح المعنيه شكرا. انا اظن نخليو المصالح المعنيه تكون عملها. عملها وتكون تصريحات رسميه لا تكون خاص خاصه الوطن. باش نوضح حد لهذا تكون نعم. أنا نطلب تكون يعني التصريحات اذا كان بعد التحريات تكون نتيجة التحريات وتكون الله. الإعلان من طرف الجهة الرسمية أي إما وكيل الجمهورية أما ضبط الشرطة القضائية وهو كذلك المحامي نخلف شكرا لك على كل هذا